الاول على الادوات اللي هنستخدمها للخزف. دول اسمها دفره سلك، دي اسمها دفره زين الاسواني، ابيض وبني. هبدا دلوقتي اعلمكم خطوه بخطوه هنعمل اناء ازاي. ايه سلك، ودي اسمها دفره خشب. الادوات دي حاده جدا، لازم واحنا بنستخدمها نحافظ على ايدينا وما نعورش بيها حد من زمايلنا. بخار صغير، باخد قطعه من الطين ولازم احافظ على الطين كويس واقفله عشان ما يتدخلوش اي هواء. الاول بسوي كوره دايره، بعدين بجيب الاله دي وبدخلها في وسط الايه الكوره، بوسع كده، لازم يكون من جوه مفرغ. وبعدين ببدا بالدفره الخشب بسوي الاناء بتاعي. اسوي بيها الاناء بتاعي. ببدا اعيد عليها تاني بالمضرب عشان اسوي بيها الاطراف. بفضل معاها واحده واحده كده اهوت لحد ما بلاقيها اتشكلت في ايدي. بنعمها ازاي؟ وبعمل ليها قاعده من تحت علشان لما اجي احطها على الترابيزه تكون متساويه ما تقعش. ستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. اسأل اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها. نفسك بالعلم تحررها. لماذا وكيف وماذا؟ اشرح لي ذاك وهذا، قلها للناس.